وسهلا فيكم بقناتي التركية بسهولة. معكم الآن سأمان دويدري. اليوم بهذا الفيديو رح نكمل مع دروس الوحدة الثالثة، دروس وحدة الشعر لطلاب صف التاسع العاشر الحادي عشر البكالوريا. بالدرس الماضي حكينا عن تركشيرينده كولانلان نظم تورلري، يعني حكينا عن أنواع النظم المستخدمة في الشعر التركي. حكينا عنها قبل الإسلام، حكينا بالشعر الشعبي، واليوم رح نحكي عنها في الشعر الديواني. بيكي هازرسنز باشليالم. طيب نجي على خلينا نقول أنواع الشعر وليس أشكالها، أنواع الشعر في ديوان شيري، في الشعر الديواني شو هي؟ عندنا أول شيء التوحيد، يعني التوحيد ذات عن كلمة جاي من العربية. هاي الأشعار الموضوع تبعها شو هو؟ الموضوع هو وحدة الله وعظمته. طيب هاي الأشعار أي نظم، أي شكل نظم تكتب على شكل قصائد. عنا النوع الثاني اللي هو مناجات. المناجات كمان من اللغة العربية، هي أشعار تكتب للتضرع إلى الله، الاستغفار، طلب العفو منه، وبتكون كمان على شكل قصائد. بالنسبة للنوع اللي بعده عنا النعت، يعني النعت، وهي أشعار مكتوبة لمدح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بتكون مكتوبة على شكل قصيدة وبتحكي عن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا عنا شعر بيحتوي على هي المواضيع، بيحكي عن سيدنا محمد، وسألونا هذا الشعر شو نوع النظم تبعه، شو منقول؟ نعت، تمام. بيكي أما إذا قالوا لنا شو شكل النظم تبعه، شو منقول؟ منقول قصيدة، قصيدة. بيكي بننتقل على النوع اللي بعده اللي هو مارسية. مارسية يعني الرثاء، هي أشعار بتحكي عن بعد وفاة شخص معين بيرثوا هذا الشخص، يعني بيحكوا عن محاسنه. طبعا مثل ما بنعرف حكينا عنها قبل الإسلام شو كان اسمها بهداك الوقت؟ سقو. هاي محفظون منيح هدول الأسماء لأنه بينسأل عنهم. يعني المرسية بيقولوا لنا بالأدب الديواني شو اسمها؟ اسمها مرسية. أما ما قبل الإسلام شو اسمها بيقولوا لنا؟ منقول سقو. أما في الأدب الشعبي شو اسمها؟ فنحن منقول عنها آت، تمام. بشكل عام أشكال النظم تبعها إما قصيدة إما تركيبة بند. النوع اللي بعده عنا مدحية، كمان يعني مدحية، كلمة من اللغة العربية، هي أشعار تكتب لمدح شخص مشهور، يعني سلطان، وزير، شيخ الإسلام، خليفة، رجل دين، كلياتهم هدول لتمدحهم، لتمدح شخص معين منهم تكتب هاي الأشعار. كمان شكل النظم تبعها قصيدة، والأسلوب تبعها بيكون أبارطلي، يعني هيك فيها مبالغة كتير، ما عم يمدحوا هذا الشخص فبدهم شو يعملوا؟ يفخفخوا فيه هيك. طيب النوع اللي بعده عنا هجوية. هجوية هي تكتب، أو خلينا نقول بالعربي هي معناتها شو؟ الهجاء، يعني نهجي شخص، يعني ننتقد شخص أو فكر معين. كيف بيكون الشكل النظم تبعها؟ أما قصيدة أما قطعة. بالنسبة لهذا النوع كمان بنحفظ أسماءه. الهجوية بيقولوا لنا بالأدب الشعبي شو كان اسمها؟ كان اسمها تاشلما. بيقولوا لنا بالشعر الجديد شو اسمها؟ منقول اسمها يارجي. بيقولوا لنا بالأدب الغربي شو اسمها؟ اسمها ساتيريك. بيكي كمان هاي فيها اسلوبها فيه مبالغة، ليش؟ لأنه عم ينتقدوا شخص فبينتقدوا بشكل مبالغ جدا. عنا النوع اللي بعده اللي هو فهرية، يعني فخرية. هون هاي الأشعار الشاعر بيمدح حاله، بيكتب هاي الأشعار لحتى يمدح حاله. بشكل عام بيكون جوات هاي الأشعار قسم على شكل قصيدة. بالنسبة للأسلوب، أسلوب فني، طبعا هو شاعر فبده يبين أسلوبه الفني، ذاتا عم يمدح حاله فالأسلوب فيها بيكون فني. طيب هاي كانت آخر أنواع النظم في الشعر التركي. كان حكينا عن النظم في الشعر الديواني. طيب هلأ نحن حكينا عن أشكال النظم، عن أنواع النظم، هلأ بدنا نحكي عن أنواع الشعر، لكن كونولارنا göre، شو يعني؟ حسب المواضيع، يعني حسب موضوع الشعر نحن بدنا نعطيه اسم. كيف يعني؟ عنا شيء اسمه ليريك شير.
شو بيكون هذا الليريك شير؟ المواضيع تبعه بتكون فردية. كيف يعني فردية؟ يعني بتحكي عن الحب، عن العشق، عن الطبيعة، عن الغربة، عن الاشتياق، عن الوطن، عن الدين، عن الموت. بس كان عنا نحن شعر مواضيعه هاي، وسألونا قالونا هذا الشعر شو نوعه من حيث الموضوع، مننتبه من حيث الموضوع، فشو منقول؟ منقول هذا الشعر ليريك شير. طيب بالنسبة للشرح بالليريك شير كيف بيكون؟ بيكون هيك بيعتمد على الأحاسيس، بيكون فيه شوي حماسي، بيعبر عن المشاعر. طيب هذا الاسم تبع ليريك شير معلومة ثقافية، اجا من اليونان القديمة. الشعراء وقت كانوا يقولوا أشعارهم كانوا يستخدموا آلة موسيقية اسمها لير، فاجا من هون الاسم اللي هو ليريك شير. بالنسبة ل بالنسبة بالأدب التركي نحن عنا أنظمة، يعني الليريك شير شو هو أشكال النظم تبعه؟ عنا كوشما، سيماي، بارس، آت، مارسية، إلهي، مناجات، هدول أشكال النظم بيكون نوعهم ليريك. طيب عنا نوع تاني من أنواع الشعر اللي هو إبيك شير. إبيك شير يعني الشعر الملحمي. كيف يعني؟ يعني مواضيعه الحرب والبطولة. بس أنا كان عندي شعر بلاقي عم يحكي عن حرب أو عن بطولة، فسألوني هذا نوع الشعر شو هو، بقول إبيك. بالنسبة للشرح تبعه كونه بطولة وشجاعة وحرب، فشو منلاقي؟ فنلاقي حماس. هي الكلمة كمان جاية من اليونانية تعني الديستان، يعني الملحمة. هي باليونانية اسمها إبوبي، فتحولت على التركي صارت إبيك. هلأ بالنسبة لأشكال النظم المستخدمة في الإبيك شير هي بالأدب الشعبي كوتشاكلما، ديستان، فارسا. طيب فإذا هذا الإبيك شير، فإذا شو قلنا؟ قلنا الليريك شير شو مواضيعه؟ مواضيعه عاطفية، حب، اشتياق، غربة. أما الإبيك شير شو مواضيعه؟ حرب وبطولة. النوع الثالث عنا ساتيريك شير. ساتيريك شير شو يعني؟ مواضيعه لا، الساتيريك شير هي بتتناول، خلينا نقول هي الأشعار بتلاقوها عم تحكي عن جانب، عن جانب هيك مخرب بقلب المجتمع أو عند الأشخاص، يعني جانب خلينا نقول فاسد بالمجتمع أو بالأشخاص فبتنتقده. فإذا الساتيريك هو الشعر النقدي. بالنسبة للشرح تبعه بيتم نقد انتقاد الأشخاص أو الأحداث أو أي موقف بكلمات ساخرة، يعني بيسخروا من الشيء اللي عم يحكوا عنه. بالنسبة للساتيريك شير فهو بالأدب الشعبي بيكون تاشلما، بالأدب الديواني بيكون هيتفية، بالأدب الغربي بيكون يارجي. فإذا أسماءه هاي حسب كل فترة من فترات الزمن، لكن ساتيريك شير هو الشعر الساخر أو الشعر النقدي. ننتقل على النوع اللي بعده اللي هو ديداكتيك شير. ديداكتيك شير مواضيعه يعني هو تعليمي تربوي، مواضيعه دينية، أخلاقية، فلسفية، اجتماعية، بيكون فيها وجه تربوي أو وجه تعليمي. بالنسبة ل هذا الشعر مثل ما قلت لكم بيكون عم يوصل لنا فكرة بموضوع معين، بيكون فيها نصيحة، بيكون فيها هيك إعطاء درس، يعني الهدف تبعها شو؟ اوريتيجي يعني تعليمي. بالنسبة لكلمة ديداكتيك جاي كمان من اليونانية اللي هي كلمة ديداكتيوس معناها التعليمي. المنظوم هيكايلار، حكايات المنظومة والفابلار هي بتحمل خاصية الديداكتيك يعني التعليمية. آخر أو ما آخر نوع عنا آخر قبل آخر نوع الباستورال شير. باستورال شير شو مواضيعه؟ بتكون الطبيعة، جمال الطبيعة، حياة الريف، الرعاة. بس شفنا شعر عم يحكي عن طبيعة أو ما بس هيك إنه طبيعة، جمال الطبيعة عم يحكي بشكل عام عن الريف، الحياة الريفية، فهاد شو منقله؟ منقله باستورال شير. هاي الكلمة جاي من اللاتينية معناتها تشوبان لرأي لشكين، اللي هي جاي من كلمة اللاتينية اللي هي اسمها باستوراليس. بالنسبة ل الباستورال شير اللغة فيه بتكون سادة يعني بسيطة، ما فيها أي كلمات مزينة. بالنسبة لآخر نوع اللي هو دراماتيك شير. دراماتيك شير هو بيحكي عن حدث إما مخيف أو
حزين جدا. هذا النوع من الشعر ممكن يتحول إلى الحركة. كيف يعني عمل حركي؟ يعني ممكن يصير مسرحية. باليونان القديمة كانوا يستخدموها. شمدي بالبداية كان نوعين اللي هو تراجيدي وكوميدي، وبعدين طبعا انضاف عليهم الدرام. بالنسبة للدراماتيك شير كان وين يستخدم مثل ما قلت لكم؟ في المسرح القديم، في المسارح اليونانية القديم كانوا الأيونجولار يعني الممثلين على المسرح الكلمات اللي بيقولوها بيقولوها على شكل أشعار، فلذلك نحن حطيناه ضمن الأشعار. بالنسبة لبطي أدبيات عند تمثيل جيلري ممثلينه في الأدب الغربي هن كورنيلا، راسين وشيكسبير. أما بالأدب التركي فممثلينه هن نامك كمال، عبد الحق حميد طرهان، فاروق نافذ، تشانلي بيل. فإذا أنواع الشعر حسب الموضوع جدا سهلة، بس بنركز نحن على الموضوع. هذا الموضوع عن شو عم يحكي؟ هل هو فيه هيك عمل حزين مخيف؟ معناتها دراماتيك شير. هل هو بيحكي عن حياة ريفية؟ معناتها باستورال شير. هل هو بيحكي عن شيء تعليمي، عن شيء تربوي؟ معناتها هو ديداكتيك شير. هل هو عم ينتقد شيء معين؟ معناتها ساتيريك شير. هل هو فيه بطولة أو حرب؟ معناتها إيبيك شير. هل هو مواضيعه عشق طبيعة أزنام جربت؟ معناته هو ليريك شير. Evet arkadaşlar dersimiz bugün bu kadar. بقيان عنا درس واحد ورح تخلص معنا وحدة الشعر ورح نبدأ بوحدة المصال الفضل بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تنشروا القناة لحتى يستفادوا منكم منها رفقاتكم. كان لنزيئي بكم هوشتكلن.